دفعات الباب بالجهد، ولكن لقات سارة غير بوحدها. يلا بغت تنطق، وهي تجيها دقة للراس خلاتها تغيب في البلاصة. وبعد ساعة في بيت النعاس ديال سيف، صاحر نعسة فوق الناموتين، وسيف والحاجة جالسين حداها. فاقت صاحر وهو يطلب سيف من أمو تخرج وتخليهم بوحدهم. قال صاحر كتحاول تحل عينيها مزيان وقالت اش كندير هنا، كنت عم تصارى. ومع هاد الكلمة نادت مفزوعة حتى جاتها الدوخة. سيف ردها لبلاصتها وقاد ليها مخدة فوق راسها. قالت اشنو ترى، كنت داخلة عند سارة ومعقلتش اشنو ترى من بعد. قال لها سيف الدين لقاوك حدا الدروج الفوقانيين طحتي. قالت في خاطرها كيفاش، انا متأكدة باللي طحت في بيت سارة، اذا كاين اللي جرني لتما. وسكتات حتى تتأكد، حيت واخا تقول ليه ما غيتيقهاش. ناض سيف مخليها ترتاح ومشانيش عن البيت سارة، اللي لقاها كيف ما ديما جالسة في البالكون وكتشوف في الفراغ. قال ليها سارة اشنو ترى السحر من اللي جات عندي. بقات غير ساكتة ورافضة تجاوب. اعرف باللي غير غيضيع الوقت معاها، ونزل لتحت عند الخدامة. وهو يسول امه فينا هو الحاج. قالت في بيت ووالدي، كان كيصلي العشاء. يلا غيجاوبها سيف حتى دخل حمزة ومعه شخص آخر، وهضروا في دقة. قالوا السلام عليكم. سيف غير شاف ولد عمو يحيى وترتق عنقه وفي كسفيه عينيه. أما يحيى دار ابتسامة جانبية وانطق مبروك الزواج ولد عمي، حشومة ما تعرضش علينا. دخلت الحاجة فاطمة وقالت والله ولدي حتى داكشي جاب الزربة، أما أنت هو الأول. بس ليها راسها وقال عارف لي كاين الحاجة. حمزة سول سيف، قال له سيف واش كلشي مزيان؟ سيف الدين كيهضر ومازال عينيه على يحيى. قال الحمد لله، غادي نطلع نعس ماما. تصبحي على خير. بقى حمزة غير كيشوف ما فاهم والو. اما يحيى رسم على وجهه ابتسامة وجلس واحد خمسة ديال دقائق، ووعد الحاجة بلي الغد ليه غادي يجي يفطر معاهم. طلع سيف البيت ولقى صاحب في البالكون كتشوف وباينة كتفكر. قرب ليها حتى ولا محاوطها من اللون، كانت ساهية وكتفكر في هادشي اللي طرى اليوم. حتى حسات بنفسه موراها وهي الدور. جو جهة في وجهه وضو القمر مضوي عليهم. وقال كتقلبي على شي قنت منين تهربي؟ ابتسمت سحر وقالت راه هدرنا. قال سيف دخلي راه غدا تبردي. دخلوا لداخل وكل واحد مشى لبلاصتو. سيف بحال ديما شاد الكاسه كيتفقد مشاريعه، اما سحر جالسه مخشيه في بلاصتها وعاطيها بالظهر. النعاس ما بغاش يجيها بالتفكير، هادشي اللي طرى اليوم غريب بزاف. اش وصلها للدروج؟ وشكون كان كيهدد في سارة؟ وعلاش سارة كانت خايفة؟ عقلها بقى كيدي ويجيب حتى حسات بسيف حط البيسي ودار ينعس. تقلبات في بلاصتها حتى وصلت ثلاثة ديال الصباح وهي عقلها كيدي ويجيب، وبقات كتفكر حتى استسلمات للنعاس. في الصباح فاق سيف لبس وهبط، وكيف ما كان متوقع يحيى كان جالس في الطبلة وكهدو. يحيى كان جالس في الطبلة مع والدين سيف. قال سيف صباح الخير، كل شي جاوبه بصباح النوم. قال يحيى واش كاينه ولد عمي اللي كيفيق حتى لهاد الوقت؟ سيف ابتسم وقال وكاين اللي كيجي عند الناس في هاد الوقت؟ الحاج شاف الاوضاع غدا تكهرب وهو يقول سيف الا كانت عندك شي حاجه خليها من بعد. اما سحر غير لبسات وخرجت نيشان عند سارة، لقيتها كتقرا شي كتاب. قالت ليها صباح الخير، جاوبتها سارة بصباح النوم. سارة ما باغاش ندور عليك بزاف، قولي لي اشنو وقع البارح. قالت سارة علاش اشنو وقع البارح؟ سحر ما تصدماتش، كانت متوقعة باللي غدا تجاوبها هكا، وهي تقول سارة بلا ما نكذبوا على بعضياتنا بزاف، كان عندك شي حد هنا البارح، ومن اللي دخلت
حسيت بشي ضربة مورايا، وانتي بوحدك ما غتقدريش تجريني حتى لتحت الدروج. قالت ليها سارة، هاد شي ما عرفتكش منين جبتيه. وفي هاد اللحظة اللي كانوا هما كيهضروا فيها، كان واحد الشخص في مكان آخر كيتفرج فيهم من خلال الكاميرا اللي في بيت سارة. قال، زيدي نبشي وقلبي على الحقيقة، وفي عز تقلابك غادا تلقاي راسك ناعسة حدا نادية. سحر سولات سارة، منهاش خايفة؟ تردات سارة وقالت، أنا ما خايفاش. سحر عرفات راسها باللي غير كتضيع في وقتها معاها. خوف سارة كان باين في عينيها. قالت لها سحر، أوكي على خاطر، وخلاتها وخرجات. خلاتها تايها شوية. بدك يصوني لها التليفون. قال لها الشخص، تعاودي لها شي حاجة غادي نقتلك ونقتل داك شي اللي في كرشك، سمعتي؟ سارة خافت وقالت، لا ما غنقول لها والو. قطعات وهي ايديها على كرشها وكتفكر في شحال هادي. قالت لها الدكتورة، هاد الشي راه غيعاقبني عليه القانون. راجلك عند باله ما كتقدريش تحمل، وراكي دابا كتعالجي في سبيطار الحماق، وانتي جالسه قدامي بكامل قواك العقليه. قالت ساره، الله يخليك، ما نقدرش نرجع معاه، هو انسان مريض. قالت لها الدكتوره، المهم هادي اخر مره توقعي مني نعاونك. شكرتها ساره وخرجت وهي دايره دره وندادر د الشمس مغطية وجهها، وركبات في الطوموبيل اللي كانت كتسناها. قال ليها هذاك الشخص، حبيبة، قرب وباسها في شفايفها وكمل هدرته، واش كل شي مزيان؟ قالت له سارة، آه بيبي توحشتك. وبلا ما يجاوبها سيراني شان الدهر. وبعد ساعات في الدار كيتسمعوا غير آهات سارة. نرجعوا للحاضر. سحر جاها الجوع وهبطات لتحت الكوزينة، لقات رقية الخدامة تما بقات كتضحك هي وياها. سيف كان نازل هو ويحيى وسمعوا الضحك، وغير شافها سيف لابسة غير تيشيرت تلافون هزلين وجين مقطع مبين فورمتها الواعرة، وعينيه داروا نيشان عند يحيى اللي كان إعجابه بسحر مفضوح من عينيه. ما حس براسو حتى كان وصل عندها وجرها من ايديها مطلعها لفوق. يحيى توقع تكون مرات سيف زوينة، ولكن ماشي لهاد الدرجة اللي بقى ساهي في ضحكتها. ما فيقت وغير تخنزيرة اللي دار فيه سيف قبل ما يجرها ويطلعها. ومع الدخلة للبيت صرفق سحر بالدهر بإيديه. يالله شدات فمها كتشوف إيديها الدم حتى زادها التانية، خلاتها تفقد التوازن وتطيح للأرض. وقفها مع الحيط وشد فكها بالجهد كيهدروا العروقات راسو ايديه من فوخين. قال، غادي نقتلك. بقيت كتبكي ما فاهمة والو. كانت كتضحك حتى لقاتو جارها مطلعها لفوق كتهدر وهي كلها كترجف. قالت، واش حماقيتي؟ هز ايدو حتى خافت وغمضات عينيها وهو يضربها مع الحيط وقال، يا قلت لك ما تهبطيش، غادا تحمقيني. انا شميت تفرجوا ليا في مراتي. وبدا كيضرب ايدو في الحيط بالجهد وكيغوت. سحرت خلعات، عرفت راسها الا زادت كلمه غادي يصفيها ليها. كتشوف في عينيه وكتفكر شنو دير، ومشات دغيا طارت عليه بتعنيقه خلاته ما يتحركش. هو بقى في بلاصتو ما بدلهاش التعنيقه، صدرو اللي بقى كيطلع ومنزل بالزربة. بغى يرجع اللور وهي تزيد تزير عليه. بقات هكا حتى حسات بالتنفس ديالو رجع منتظم كيف ما كان. رجع اللور وشاف فيها نيشان، سبقيني الريد روم. قالت، سيف عافاك، وبدات كتبكي. دخل للدوش وخلاها طايحه في الارض كتبكي. تفكرت اخر مره العصا اللي كلات تما. إلا كانت هاديك المرة ما تعصبش قد هكا ودار فيها هاديك الحالة، اليوم اش غيدير؟ بقات فكرة كديها وفكرة كتجيبها،
ونادت بشوية ما عندهاش حل آخر، غيديها لتما في الخاطر ولا بزز. شافت الإصرار وسط عينيه، دخلت البيرو وقلبها مزيان شوية، وكان موراها، حسيت بنفسه بموراها. سيف الدين مشى لنفس البلاصة ودار الكود وحل الباب، وبالتالي ها هما في الغرفة الحمراء. نعزها فوق الفراش كان متوسط ديك الغرفة، وشد لها ايديها مزيان بالكوردة مع الحديد ديال الفراش. دموعها نازلين في صمت، كانت تعاقب على شي حاجة ما دايرهاش عن قصد، وبالنسبة ليها حاجة عادية. ربطها مزيان وحيد التيشيرت ديالها، وبقى جالس مقابل معها وعينيه في عينيها كيفكر شنو يدير فيها. سهر كان قلبها كيضرب بالجهد، خصوصا ملي شافتهم شعل الشمع، خمسة الشمعات. عقلها قرب يوقف بالتفكير، قرب ليها سيف وهو في عينه الشر، ما حاولش يشوف في عينيها باش ما يتأثرش. عوج الشمعة وبدات كتذوب على صدر سحر اللي غوتات بحر جهدها، وبدات كتركب وهي كتحاول تفك ايديها ولكن بدون جدوى. سيف الدين كان في عالم السادية الخاص به، مستمتع بكل صرخة وبكل خارجة منها. قرب من ودنيها وكيفك فيها وهدر بهدوء، هادي أبسط حاجة ندير، وكل مرة تعراي ولا تلبسي بحال داك الزبلد اليوم غادي نخلي الشمع يدوب فوق لحمك كامل. انا ماشي ديوتي اللي مراتي تدوز حدا رجال ويزهاو عليها، وديني حتى نقتلك، فهمتيني؟ فكها ووقفات كتمسح في دموعها اللي ما بغاوش يحبسوا ليها. ما جاوباتوش وعطاته بالظهر ومشات، هزها وطلعها لبيتهم وحطها وسد الباب بالساروت وخرج. بدا نازل في الدروج ولقى حمزة، قال له سيف الدين فين غادي؟ تبعوا حمزة كيجري وشدوا من كتافه حتى دار. قال سيف الدين حمزة ما بغيش نغلط فيك، طلق صاحبي. قال له حمزة راه ما غنطلقكش إلا ما عودتيش ليا مالي، بديتي كتحلق بيها. بقى سيف الدين غير ساكت وهو يقول حمزة شوف صاحبي، أنا عارفك معزيش عليك تعاود لبنادم على مراتك، من حقك، ولكن اللي نقول لي هاديك مراتك وانت صاحبي، وكن عارفك مزيان كداية، حميها من راسك عاد حميها من الناس، وانت كتحميها ما تنساش تخليها بعيدة على الوحش اللي فيك. قال سيف الدين يحيى كيقلب عليه، وانا صبرت ليه بزاف. حمزة عرفو ما باغيش يهدر على صحر، وفضل انه يخليه على خاطره، وقال له شنو غادي تدير معاه. سيف الدين بدا كيفكر، وتفكر اللقطة فين كان كيشوف صحر، نفس اللقطة كتعاود قدامه جوج مرات، نفس الشوفة دارها في نادية نهار شافها، وقال غندير بزاف بزاف حمزة. قال له حمزة المهم اللي درتيها انا معاك. فاقت صحر الصباح كتكسل بشوية، دخلت دوشات ولبسات وهبطت عندهم، لقيت سيف ومو باسين كيفتو. شوية نزلت صحر، ناضت الحاجة فاطمة فرحانة كتقول بنتي حبيبتي جيتي. سارة اكتفت بابتسامة وباستها في راسها ومشات نيشان عند سيف عن القاتل، حالة كتستنجد بيه، حالة بغى تقول ليه عتقني أخويا ولكن ما قداش، وكتسترجع في الهدرة اللي عاد كانت كتقال ليها دابا وهي فيتها. صون عليها شي حد في التليفون وقال غدا تنزلي تهدري مع داركم وترجعي معاهم عاد. قالت أنا ما بغى نهدر مع حد، بعدوا مني. قال ليها عندك من هنا لربع ساعة تكوني لتحت، إلا لبغيتي تصاوري وصلوا لخوك وباك، وقطع الخط. داكشي علاش نزلت؟ قال لي سيف الدين سارة اجي معايا. تبعاتو طلعوا البيو وطلب منها تجلس، وجلس مقابل معاها. قال ليها عودي ليا اشنو طاري لي؟ قالت سيف انا ما بغاش نتفكر هادشي اللي داز عليا،
الله يخليك، باغا نبدا صفحة جديدة، قالتها وهي كتبكي. سيف اللي شافها ما بغاش يضغط عليها، ناض وعنقها وقال أنا ديما معاك، ما تخافي من حتى حاجة. ابتسمت وخرجات مخلياه في حيرة، باغي عرف كيفاش تقلبات في ليلة ونهار. سارة كانت جالسة وكتقيس في كرشها وتبكي، حتى سمعت التليفون. قالت شنو باغي؟ قال ليها سارة كان بغيك. قالت بعد مني انساني، الله ياخد فيك الحق. قال ما نقدرش ننسى ماما ولدي، وهي تقول خليني عليك، الله ياخد فيك الحق، خرجتي لي على حياتي. ومع هذه الجملة قطعات، وصباح صباح جديد. سيف كان جالس في البيرو حتى دخل ناصر. قال له ناصر سيدي كل شي غادي كيف ما بغيتي، الكاميرات ركبناها. قال له مزيان تقدر تمشي. قال ناصر سيدي خالت المدام بدات كتفيق من الغيبوبة، عاد هاد الصباح جاتنا الأخبار. رد سيف ببرود وقال كتسالنا شي زيارة ياك؟ وابتسم ناصر وهبط راسو وخرج. ومع الخرجة ديال ناصر دخلت سارة، كتقدم خطوة وكترجع جوج اللور. سيف كان حاني راسو على الوراق حتى حس بها ناوية ترجع. قال اشنو باغا؟ قالت مليت في الدار، بغيت نخرج انا وصحر. قال لا ما يمكنش تخرج. بدات كتطلب فيه وكتقول عافاك والله ما غنتعطلو، غادا نوريها غير المنطقة، الا بغيتي صيفط معانا ناصر ولا ليكارد. سيف بقى ساكت شوية وقال له يمشي معاهم هو وليكارد. مشات كتطير عنده وباستو في حنكو شكراتو، خرجات بالشري ومشات عند الصحر. ومن بعد جوج دقايق كان ناصر واقف قدام سيف الدين وقال مراتي واختي أمانة عندك ناصر، عينيك ما تغفلش عليهم وخصوصا صحر، ودي معك رجال وما تعطلوش. ناصر هز راسه مأكد هضرة سيف الدين وخرج. أما سيف نادو مشانيشان لبيتو، غير دخلو شافها واقفة كتشوف شنو غتلبس، حتى وقف موراها وقال بهدوء أنا اللي غادي نختار ليك شنو تلبسي. واختار ليها الحوايج وهي تقول صهد برا من نيتك غادي نلبس هادشي. قال هادشي اللي كاين، ويلا ما لبستيش ما غاداش تخرجي، مراتي ما كتعراش. قالت واش حتى لبسي غادي تدخل فيه؟ قال شفتي النفس اللي كتنفسي غادي ندخل فيه، وقد ما دخلتيها راسك غادي يكون حسن. قالت واخا تقدر تخرج باش نلبس حويجي. ضحك وقال لبسي انا غير راجلك ماشي شي واحد براني. سالات لبسها وخرجات ولقاتو متكي فوق الناموسية، ودازت قدامو نيشان المرايا ودارت الميكاب، احتاج موراها ودورها عنده بالجهد ونقد على شفايفها، كيبوس وكيعد وهي كتضرب ليه في صدره باش يبعد. شد ليها ايديها بجوج ودورهم ليها اللور عن ظهرها، حاكمهم بايد واحدة، حتى بدات سارة كتدق عاد رجع اللور وانطق فين ما تبغي تديري شي حاجة بفمك تفكري هادشي. بقات كتشوف عينيه شحال وهي تقرب حتى لعنده، وتعلات على رجليها حتى قربات حدا ودنه وهمسات في ودنه. ايوا دابا شوف كي دير، غمزاته ويلاه بغى يشدها وهي تجري. مشات حلات الباب وخرجات وخلاته دور وجهه وهو يقول دابا نشوفوا هاد الزعامه فين غادا توصل. سارة وسحر بقاو كيدوروا بين لي بوتيك حتى وصلوا لواحد الكافي وجلسوا وموراهم لي كارد، كيضحكوا وهما غافلين على العينين اللي مراقبينهم. حطوا ليهم داكشي اللي طلبوا وبداو كياكلوا، ودازت شي نص ساعه وهما جالسين وكيتعاودوا، حتى بدات سارة كتحس بالحريق في كرشها. صبرات حتى عيات وبدات كتغوت، وعلى غواتها صاحت خلعات وناصر جا كيطير هزها بين ايديه وتبعاتهم صحاب كتجري. مشاو نيشان للكلينيك وصارت طريق كامله وهي كتوجع. اما صحر ما عرفات باش تبلات، حدها بقات كتصبرها وكتقول لي كارد يعيطوا لسيف الدين. غير وصلوا وجاو كيجريو، هزوها نيشان مدخلينها وصحر تبعهم كتجري. سيف الدين كان في المزرعه اللي عنده جالس مع حمزه،
حتى عيطوا ليه كيخبروه وناد كيجري هو وحمزة متوجهين نيشان الكلينيك. ما كاملاش نص ساعة حتى كان سيف قدام صحر وغير شافته عن قاتل. حمزة بان ليه الطبيب وهو يمشي لعنده، قال له مالها؟ قال ليه الطبيب انت من عائلتها؟ سيف الدين دور وجهه وهو يبان ليه الطبيب وشد صحر في ايديها ومشى عنده وقال انا اخوها. قال له الطبيب تفضل معايا. وهي تقول صحر واش نقدر ندخل عندها؟ قال لها الطبيب اه تفضل. سيف امشى مع الطبيب وفي طريقه وقال ناصر امشي وقف عند الباب الغرفة ديال سارة. صحر غير دخلات وتصدمات، لقات سارة كتبكي وكتنطر في السيروم من ايدها وكتحاول تنوض وهي تقول لها اويلي اشنو كديري؟ سارة وهي كتبكي قالت صحر الله يخليك خرجيني غيقتلني يا صحر عافاكي. صحر كتحاول تهدنها وقالت شكون اللي غيقتلك؟ سارة شكون اللي غادي يقتلك؟ بدات كتغوت وكتقول سيف الدين غادي يقتلني غادي يقتلني عافاكي ديني من هنا انا حامله غيقتلني. قالت صحر خويلي راكي مزوجه كيفاش غادي يقتلك؟ سارة بدات كتحيد في السيروم وكتقلب على حوايجها مخليه صحر مصدومه. وفي غرفة الطبيب قال الأخت ديالك حملها ماشي ثابت ونفسيتها ماشي حتى لهي، خاصكم تردوا ليها البال مزيان وحتى الماكلة ديالها. سيف الدين بدا كيقيس في لحيته ودار ابتسامة وهو مغدد وقال شحال وهي حاملة؟ جاوبوا الطبيب 3 ديال الأسابيع. العروقة ديال إيديه تنفخوا وهو كيتفكر شحال هادي قبل 5 شهور. كان كيقرب وهي مبعدة وقال سارة شنو مخبية مورا ظهرك؟ سارة وهي خايفة ووالو ما مخبية حتى شي حاجة، خاصني نرجع لفرنسا راجلي بقى بوحده. سيف بقى كيشوف فيها وإيده مورا ظهرها حتى جبد داكشي اللي كانت مخبية واللي كانوا تحاليل كيبينوا باللي راجلها ما كيولدش، وكيتفكر شحال بقات فيه داك النهار وعنقها وهو كيقول باللي ربي كبير وعنده حكمة. وحتى هي شحال بكات نرجعو عند سيف، ما زاد حتى شي كلمه وناض وما كيشوفش قدامه، عينيه حمارو. وصل قدام البيت وما خلاش ناصر يهضر، ادفع الباب بالجهد ساعه ما لقى حتى شي واحد لا صحر ولا اختو. دار بالزربه عند ناصر وهو يهزو من عنقو كيهضر من تحت سنانو وكيخبط في ناصر وقال فينا هما؟ ناصر قال كانوا هنا والمدام ديالك طلبات مني نعيط على الفرملية حيت لالا سارة زاد عليها الحال، غير مشيت ومن اللي رجعت ما لقيتهمش وطلبات من لي غاردي وصلوهم وباللي انت اللي قلتي ليها هاد الشي. سيف طلق منو قال احسابي معاك ومعاهم من بعد، ومشى نيشان كيزرب في خطاوي غير وصل للطوموبيل وحبسوا حمزة اللي كان في الكافيتيريا حتى عيط ليه ناصر وكيعود ليه شنو درا. سيف الدين وعينيه مطفيين ما كيشوفش قدامه قال حمزة حيد من قدامي. حمزة شدو من كتافه وقال والله ما تمشي هكا شنو واقع؟ سيف الدين شاف حتى عيا وعرف بلي حمزة ما غيبغيش يخليه يمشي وهو ماشي في حالة تسمح ليه يهضر مع حمزة. حمزة ما حس براسو وحتى جاتو ضربة قوية في وجهه خلاته يفقد توازنه. سيف ما تلفتش وركب بسرعة في طوموبيلته وديماره وخلى حمزة كيسب ويغوت حتى جا ناصر وجوج ديال ليغارد ونوضوه وتبعوه. سارة وصحر وصلوا للقصر، طلعت سارة كتجري وتبعتها صحر. جلست سارة في بيتها ورجليها كيترعدوا وصحر كتمشي وتجي متوترة، ولات كتعرف الوحش ديال سيف كي داير. وموراش نعودات ليها سارة انها حاملة ولكن ماشي من راجلها حيت هو ما كانش كيولد، وهذا الشي عارفه سيف مزيان. وخاحته هي عارفة أن سارة غلطات ولكن فضلات ما تسولهاش كيفاش وعلاش دارت هذا الشي. قربات حداها وكتحاول تهدنها وقالت سارة شوفي فيا، كنقسم ليك بالله ما غاديش يقرب ليك وأنا كاينة، تهدني راكي حاملة نفسيتك كتأثر على الجنين. حطت سارة إيدها على كرشها وزيرات عليها وبدات كتبكي وقالت ما كتعرفيه شنتي، غادي يقتلني والله تغي يقتلني.
وهو ما مازال ينعكك حتى تسمع الفران ديال الطوموبيل بالجهد. طارت صحر نيشان كالطل وكيبان لها سيف نازل والشر بين عينيه، وبان لها فردي في ايديه، رجليها فشلوا عليها. عاد بدات كتستوعب كل كلمه قالتها ساره ملي قالت بلي غادي يقتلها. رجعت الخلعه شداتها وخلاتها ما قادراش تحرك من بلاصتها. عرفت بلي هادي هي الاخره لساره، وهي متاكده بلي سيف في هاد الحاله اللي داخل بيها خاصو ابره مهدئه، اما الهضره ما غدا تنفع معاه والو. وقررت تخرج عنده، واللي بغى يديرها يديرها، على الاقل غدا تحاول تحمي ساره ولو غير شويه. شافت في ساره ونطقات: كان واعدك ما غداش نخليه يدير ليك والو غير تهدني. الحاجه الوحيده اللي غنطلب منك هي تسدي على راسك الباب وما تحليهش، واخا ما يعرف شنو يطرى برا. خلاتها وخرجات. اما ساره ناضت كترعد وسدات الباب وطاحت موراه كتبكي، وعقلها مشى لبلاصه اخرى وكتفكر شحال هادي كانت كتهضر مع شي حد. قالت لي انا مرا مزوجه، واش كتفهم؟ خاصنا نحبسو هنا، قال ليها هذاك الشخص بلا ما يخليها حتى تكمل الجمله. ماشي وقته دابا، خلي الهضره لمن بعد. وتلاح عليها بالبوسان وايديه كتحسس كل بلاصه في جسمها، واستسلامها حتى هي ليه ولمشاعرها وهروبها من تحكم رجلها وضربوا ليها باستمرار وتهديدوا ليها بانه غادي يقتل خوها الى فكرات تخليه. استسلمت لهذا الشخص اللي كان هو الصدر اللي كتلجأ ليه من ظلم الدنيا، وانتهى بهم الحال فوق الفراش وأهات سارة مالية البيت كامل. نرجع لعند سيف الدين، غير الدخل وطلع نيشان في الدروج حاط سارة قدام عينيه اليوم. أما سحر فحسابه معها على أشنو دارت اليوم هو الأخر. يلا وصل آخر درجة وتلقات ليه سحر اللي كان الخوف باين في عينيها، ولكن كتحاول تقاوم. ويالله بغت تنطق وجاتها طرشه بالظهر ديال جدو، خلاتها تمشي وتجي في بلاصتها وقالت: سيف الله يخليك، لعن الشيطان، خليني غير نهضر معاك. قال: غتحيدي من قدامي، ما بغيتش نغلط فيك، ومن بعد غادي يجي حسابك. بدا غادي ورجعت تاني قدامه. ظهر واقفه قدام سيف بحال واقفه قدام الموت، كتشوف فيه وكتقرب، وحتى هو كيحاول يفهم شنو باغا دير. قالت: سيف نزل سلاح من ايديك، ما تديرش شي حاجه اللي غادي تندم عليها، هذا الشيء ما كيتحلش هكا. تفحى وقال: حيدي من قدامي. قالت: سيف عافاك، غير اسمعني الله يخليك. ما خلاهاش حتى تكمل كلامها ومشى كيزرب حتى وصل قدام بيت ساره وبدا كيضرب في الباب بايديه، حيت كان متوقع ومتاكد بان ساره غدا تكون ساده. كيقول: ساره حلي حلي بخاطرك ولا غادي نحلو بطريقتي، والله حتى ندمك. سحر جات كتجري ووقفات قدام الباب كتحاول تبعده، وساره كتقول من الداخل: سيف عافاك الله يخليك، بدل ساعه بخرى. باقى سحر كتحاول تبعده حتى دخل حمزة كيجري هو وناصر وليكارد، وبداو كلهم كيجروا فيه، وسيف بدا كيتنطر ليهم وهو كيغوت ويدفع فيهم. سحر رجليها فشلوا عليها غير بعدوه وهي طيح حدا الباب. اما سارة فكانت كتر منها، غير حسات بصوت سيف بعد وهي تحل الباب، وتلاحت نيشان عند سحر كتبكي وقلبها غادي يخرج. تكاتها سحر على كتافها ودخلاتها بشوية حتى لبلاصتها، قاداتها وغطاتها وهي مازال غير كتنخصص، وقالت ليها: ما تديريش فراسك هاد الحالة، ها هو حمزة غادي يبردو غيكون غير الخير، واش بغا تجهضي؟ قالت ليها: لا ما بغيتش. وهي تقول: ايوا راه الا بقيتي هكا غادي تجهضي. غرغروا عينيها وهي تقول: ارتاحي وحاولي تنعسي. اجلس حمزة مع سيف الدين حتى برد شوية وعاد طلع لبيته، ومشات سحر عند الخدامة وقالت ليها توجد العشاء لسارة، وقالت لحمزة باش يطلعوا ليها وما يتفك معها حتى تاكل. دخلت البيت ولقاته في البالكون حاط ايديه على الحديدة وواقف لابس غير جين ولايح تيشيرت في الأرض. سحر قربت منه شوية وتنفسات مزيان بحال كتشجع راسها،
وقالت سيف دار بشوية، وهو يقول شنو بغيتي؟ شدات لي في إيديه ترها، وعاود شداته ودخلته البيت حتى جلسوا فوق الناموسية. قالت سيف أنا عارفك مع الصب دابا، ولكن ويالله بغت تكمل الجملة وهو يحبسها، وقال قطعي حسك وعندك حساب ليك ناسي داكشي اللي درتي فيه. صاحر وجهها حمار، ويالله بغت تجاوبه وسمعت الدقان في بيت سارة اللي حداهم، واللي حتى سيف انتابه ليه وناد بالزربة. يالله وصل باش يحل الباب ويجي قدامه صحر، وبلا ما تنطق حتى شي حرف تعلات وهي تدخل معاه في بوسة، خليته مصدوم وهي أكثر منه، ولكن ما عندهاش خيار آخر باش تلفو وتخلي هاد الليلة تدوز على خير. سيف ديك القبلة نساتو أشنو كان ناوي يدير، ونجحات صحر في أشنو بغات، وحط إيديه بجوج على خصرها حاكمها مزيان، وبدا كيبوس ويعض. ما حسوا بروسهم حتى كانوا في علاقة كاملة كأي وحدين مزوجين. صحر كانت كتغوت لربي اللي خلقها، وبدات كتبكي بالألم اللي حسات به في هذيك اللحظة، بدات كتدفعو من فوق منها ودموعها دايزين، وكتقول بعد مني كدرني. قرب حدا ودنيها وقال أنا إلا بديت شي حاجة ما كنوض حتى كنكملها. بدات صحر كتبكي وقالت واش كل شي عندك بالعنف؟ ضحك وقال هذا هو العنف عندك، ما تسناهيش تجاوبه، اصلا حتى هي بقات كتشوف فيه شوفات ديال القتيله. قرب ليها وهزها بالايدين وهي منهاره، دخلها الحمام وجلسها في البيموار وطلق الماء الدافي وخرج. بقات سحر كتبكي، حسات براسها ضحات بشرفها، ولكن هي متاكده بان هذه التضحيه غدا تعاونها من هنا لقدام، وما تنكرش انها حتى هي انجذبت ليه. اما سيف كان فرحان من اللي شاف بقع ديال الدم فوق الفراش، واكثر من هذا الشيء انها سلمات راسها براسها بلا ما تخليه يتعذب ويندم على شنو غادي يدير. سحر غير كملات الدوش، لبسات حوايجها وخرجات. اما سيف كان متكي فوق الناموسيه مورا ما دوش في بيته، وهاز كيف ما عادتو البيسي فوق رجليه وكيدقق في الحسابات ديال الشركه اللي لقى فيهم اوراق ناقصين، وبالاضافه لاختلاسات رغم انها مبالغ قليله، ولكن حس باللي شي واحد كيوجد ليه شي ضربه صحيحه. راسو باقي كيدي ويجيب في الموضوع ساره، كيفاش غادي يتعامل معها من هنا لقدام، وهو عارف راسو دمو سخون، الا مشى حتى شافها غادي يبدل ليها الصحنه دوجها. بقى مكونسونطري مع خدمتو حتى سمع الباب ديال الدوش تحل، والمح ساره خارجه كتمشى بشويه، وكل رجل فقد ابتسم ونزل لراسو مكمل خدمته، كيحاول ما امكن يحبس ضحكته. هز عينيه فيها ولقاها كتشوف فيهم خنزره، مقدرش يحبس راسو ديك الساعه وتفرشخ بالضحك، حتى بداو غمازاتو كيبانو. كانت اول مره غدا تشوفو صحر كيضحك، هزات المخده اللي في الكرسي اللي حداها وضرباتو بيها، شدها بايديه وقال علاش كتقلبي دابا؟ بقات مخنزره وهي تقول ما كنقلب على والو. ابتسم ابتسامه خبيثه وقال ايوا الا بغيتي شي حاجه مرحبا، وغمزها من جديد. سحر زاد حات رجليها مع الارض ومشات حداه وتخشات في بلاصتها وعطاتو بالظهر. اما والدين سيف كانوا هما ويحيى ومرات يحيى معروضين لشي عرس، سلاو العرس ووصلهم يحيى للباب، ونور الدين خشريفه غير طلع يحيى ومشى عند اختو، جرها وجلس مقابل معاها وقال مالك واش ما فرحاناش مع راجلك؟ شريفة صدمها بهذا السؤال حتى بدات كتمتم وقالت لا لا غير بغيت نقول فرحانة. ما صدقهاش وقال انتي متأكدة؟ قالت راجلي كيبغيني وحتى انا كنبغيه، هو واخا طبعه صعيب وقاصح، وكتفكر شحال من طرشة خدات على والو وشحال من إهانة سمعات، ونزلت من عينيها دمعة سخونة حاولت تخبيها وهي تقول ولكن متأكدة كيبغيني، ديما كيجيب لي الكادويات وكيخاف عليا ومهلي فيا. ابتسم نور الدين وقال أوكي، نادوا عنقها وبقاو ماشيين حتى وصلت معاه الباب الرياض وباس ليها راسها
ومشى مخلي موراه إنسانة بلا روح. دورت إديها على دراعها حيت كان البرد محرك، ودارت راجعة تدخل حتى هزات عينيها الفوق ولمحات يحيى كيطل عليها. هز قرعة الويسكي في إيد والإيد الأخرى خاشيها في الجيب، وعينيه مفيكسين عليها بقات كتشوف فيه، وحتى هو ما نزلش عينيه. حتى دخلات وسدات موراها الباب، بدات طالعه في الدروج ودموحها ما بغاوش يحبسوا. دخلت للبيت ويلا غدا تسد الباب، ودارت لقات يحيى موراها وقال اشنو كنتي كتقولي انت وياه؟ دورات وجهها وقالت والو. يلا بغات تحرك وهو يرجع شدها من ايدها وزدحها مع الباب، وهي تقول واش ما عييتيش؟ كل نهار مشكل. انا عييت، عييت من هاد الشي. علاش مزوجني من اللي ما كتبغينيش؟ علاش كتنعس حدايا في الفراش وانت كتقيل تنطق سميت نادية وسط نعاسك؟ علاش؟ علاش فاش اديتك؟ واش ذنبي هو حيت بغيتك وحلمت نكون مراتك؟ اشنو درت باش نتعاقب على شي حوايج انا مالي حتى شي ذنب فيهم؟ واش هي رفضاتك وانا تبرد فيا جنونك؟ انا عييت، بارك عليا من هادشي، طلقني كتسمع؟ وبدات كتضرب ليه في صدره وتغوت طلقني. نرجعو عند سحر. سحر غير حسات بالسيف نعس وناضت بشويه كتسلت، ولاحت عليها بينوار وتمشات على طراف رجليها حتى وصلت حدا الباب، حلات وخرجات وغافله على سيف الدين اللي كي تحركات فاق بيها. ما عرفاش شحال نعاسو خفيف، عرفها غدا عند ساره وكان في امكانه يحبسها، ولكن خلاها تمشي خايف ينوض يدير شي حاجه اللي يندم عليها حياته كامله. عارف الوحش اللي فيه الداخل، الا خرج صعب عليه يوقفه. سحر غير خرجات من البيت وهي تسمع الطوموبيل وقفات، والاب والام ديال سيف داخلين. تخبات مورا الساريه اللي كانت حداها حتى طلعوا، ومشات قاصده بيت ساره اللي غير حلاته وغوتات بحر جهدها. صفقوا الخدم وكاع اللي كاينين في الدار، وسيف اللي فرمشت عين جال عندها طاير، وجاو حتى والدي وتصدموا بالفاجعه اللي لقاوها قدامهم. وكان حمزه اخر واحد وصل عليهم، حتى شاف حتى هو المنظر اللي قدامه. كانت ساره طايحه في الارض وايديها بجوج مضروب ليهم شريان ديالهم. هزها السيف بلا ما يزيد ضيع الوقت، وتبعوا حمزه بالجري سيره وزادوا نيشان القليني. سحر بقات شحال وهي واقفه في بلاصتها مصدومه، ما فيقها غير الخدامه رقيه وامها اللي كانوا كيبكيو. دارت وشافت فيهم وزادت وهي دايخه. داكشي اللي طرا هاد النهار فاق قدرتها على التحمل. والدين سيف كانوا في طريقهم للكلينيك، غير وصلوا دخلوا كيجريو لقاو سيف جالس ببرود وحمزه كيمشي ويجي في الكولوار. حتى خرج عندهم الطبيب وقال البنت فقدات بزاف ديال الدم وقدرنا نعوضوه ليها، ولكن المشكل انها دخلات في غيبوبه. طاحت الام ديال سيف على ركابيها كتبكي وكتغوت. احتاجوا الفرمليات وداوها للبيت فين ترتاح. سيف جر الطبيب وبدا كيهضر معاه، قال وقتاش تقدر تفيق من الغيبوبه؟ جاوبو الدكتور داكشي كيعتمد عليها وعلى تشبتها في الحياه، اصلا البنت نفسيتها محطمه، زيد عليها كانت حامله وكنت عطلتو غير شويه كنا غنفقدو حتى الجنين. في هاد الحالات خاصني نعلم البوليس ويفتحوا تحقيق، حيت المساله مساله انتحار، ولكن بمعرفتي بيك اغطيت على هاد الشي. قال سيف ممكن موضوع الحمل ما يعرفو حتى شي واحد؟ جاوبو الطبيب اكيد السي سيف. سيف حط يدو على كتف الدكتور وقال له شكرا، ومشى قاصد بيت امه حتى لقى حمزه خارج من عندها، وقال له بلا ما يدخل راه عطاوها ابره وهدناتها وهي ناعسه دابا. قال سيف الدين عييت حمزه اشنو ندير فيها شنو؟ حمزه حط يدو على كتفه وقال احساسها بتانيب الضمير من جهتك وربما حتى من جهه راسها خلاها تسخب الدنيا وما فيها. كنظن هاد الشي اللي دات عليها كافي وعقابها خداتو. قال سيف غلطي لحساب ليها راسها غادي نعطف عليها وغنسامحها، غلطات بزاف هاد المره حمزه بزاف. دار عندو قال
سحر ما بانت ليكش؟ قال له حمزة لا، يمكن بقات في الدار. وهو يسوله وشكون بقى معاها؟ قال له حمزة حتى شي واحد غير الخادم وليقارد اللي في الباب. سيف الدين غير سمع هاد الجملة وجمع الوقفة وبدا كيزرف في خطاويه، مخلي حمزة ما فاهم والو، كيغوت له كيقول له سيف سيف مالك؟ قال له مرات يا حمزة مرات. وصل الطوموبيل كيقلب على تليفونه ولقاه وهو يحل نيشان الكاميرات اللي كان مركب مؤخرا، وهو كيتمنى داكشي اللي في باله ما يكونش. ولكن لتاني مرة كاع الكاميرات مضلمين، عيا يقلب عينيه في شي قنت يكون مضوي، ولكن والو. ما خداش بزاف د الوقت وكثيرة عقلو غادي يطردق، خايف لا تكون نفس نهاية نادية هي نهاية سحر. وفي القصر كانت سحر جالسة في بيتها دامة رجليها عندها وكتفكر في هاد الشي اللي عاشته من نهار اللي حطات رجليها هنا. بزاف ديال الأحداث دازو قدام عينيها بحال شي فيلم. كانت دكتورة بعيادة خاصة عايشة هانية رغم ملالها من نمط الحياة، ولكن عمرها ما توقعت تقلب عليها حياتها بالليلة ونهار. شافت بزاف ديال الحوايج في هاد القصر وولات متيقنة باللي خروجها منه ما بقى ساهل، وهي كتفكر حتى تقطع الضوء في القصر. والفوبيا اللي عندها من الظلام خلاتها تبدا تغوت على رقية. ناضت كتحسس بإيديها وتمشى حتى وصلت للباب، حلات ومشات نازلة في الدروج وهي كتسمع نبيح الكلاب ديال ليغارد. وبدون سابق إنذار دموعها بداو كينزلوا بالخلعة. جمعت بينوارها بإيديها وزيرات عليه وبقات غادة بشوية حتى وصلت للباب ديال الزاج اللي كيخرج نيشان للبيسين. ولكن اللي فشلها أكثر هو ملي شافت خيال في الباب واقف موراها. إيديها بداو كيترعدوا وجهها عرق حتى باش تدور وجهها ما قداش بالخلعة اللي شداتها في هاتيك اللحظة. بقات مصمرة في بلاصتها ما عارفاش علاش تفكرات اللقطة فين كانت هي وسارة جالسين، وعودات ليها كيفاش لقاو مرات سيف مقتولة في الوقت اللي ما كان حتى شي واحد في الدار. غمضات عينيها وبدات كتدور في راسها ببطء ورجليها شوية وما غيبقاوش هازينها. بقات دايرة بشوية وقلبها كيضرب، دارت وما لقات حتى شي واحد قدامها. طلعت نفسها وهبطاتها، نفسات بعمق حتى حسات بشي ايد نغزاتها من اللور. يلاه غدا تغوت وهو يقبل هذاك الشخص قبلة طويلة، عرفاته غير من ريحته. حلات عينيها مزيان كتأكد كيبان لها سيف قدامها وهي تطير عليه بتعنيقة، وحتى هو ضمها بين دراعه بالجهد، كان خايف يتصدم وما يلقاهاش ولا يلقى نهايتها بحال نهاية نادية. بقاو شحال هما معانقين، وسحر كل مرة كتزيد تمخشش فيه وتنخسس وهو يدو مدورها على خصرها ومزير عليها. طلعوا البيت ودخلت نيشان للدوش واتكات في البينوار.